بريز ملعوبة حسن معاذ محاولة مرور كرة طويلة تمر لخارج الملعب إلى رمية جزاء. حسن معاذ سقط لا دسخ دسخ لا هي كانت هو عنده إنذار هو عنده إنذار حسن معاذ الآن ماضع ما كان لها داعي تماما. مباراة نهائية يا حسن معاذ. في الشوط الأول شاهدنا اللي كان عليه حسن معاذ مع اللاعب ليون بيو ولكن أخذ له دش في اللقطة الماضية. شوف حلوة حلوة يا حسن وهي لقطتها كانت حلوة وصراحة مع جو المباراة وبرودة المباراة أعتقد أن الماي يسخن. شوف 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 سباحة يا عمي سباحة ببلاش ليش زعلان ليش زعلان بالعكس اسمح يعني اسمح يعني يعني اول لقطة في ملعب مباراة تاخذ لك تزعل ليش يعني تاخذ لك روعة شوف روعة شوف زعلان زعلان